اهلا حضراتكم في هذه الحلقه الجديده من الدفاتر القديمه. سعيده اني اكون مع حضراتكم بدلا عن زميلي محمود شرف، باذن الله يكون مع حضراتكم الحلقه القادمه. في هذه الحلقه نحن امام واحده من الشخصيات المرموقه والهامه في عالم الفلسفه والفكر المصري والعربي بشكل عام. لا تملك الا ان تطلق عليها حفيده هيباتيا، فهي صاحبه مؤلفات كثيره جدا وصاحبه تاملات عظيمه جدا، تدرجت في المناصب القياديه حتى وصلت الى رئاسه قسم فلسفه كليه الاداب جامعة القاهرة. هي أيضا ابنة المفكر والفيلسوف محمود الخضيري. هي الدكتورة زينب الخضيري. اسمحوا لي أن أرحب بها في الاستوديو. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا ميرسي. أهلا بحضرتك. إذا تكلمنا عن الفلسفة في حياة حضرتك، خاصة أن الوالد نصحك بألا تدرسي الفلسفة وأن لازم تدرسي العلوم، ولكن حضرتك صممتي لا بالعكس تماما أنك تدرسي الفلسفة، ده كان تحدي لذاتك ولا كان رغبة في تقليد الوالد؟ رغبة في مواصلة جهود الوالد، ولأني طبعا بحكم التربية في مع أستاذ فلسفة، وكنت مرتبطة بيه جدا، وكنت قاعد جنبه أحاول ألقط حاجات وهكذا، وهو كان بيجيب لي كتب كتير تبسيط للفلسفة، كان طبيعي أن أنا أتخصص برضك في الفلسفة. أي حقيقة كمان بتعتبري ان الفلسفة كأنها عشق، وبتعرفيها التعريف اللي عرفه فلسفة قدامى بانها محبة الحكمة. بالضبط. يعني ايه محبة الحكمة؟ يعني الاقبال عليها والسعي اليها طوال الوقت. والذي يدرس فلسفة او يقترب من الفلسفة لابد ان يعشقها ويحب. فمن أجل هذا يعني، والحكمة طبعا أعلى من العلوم، لأن الحكمة يعني ممكن تساعدك في أن تنجزي وأن تقدري تعرفي طريقك وأن ترتقي، يعني ليس التلقين إنما هي تفتح لك الأفاق وتعلمك كيف تفتحي الأفاق. صحيح، ده يعني طبعا غرض الفلسفة، لكنك عند اختيارك لدراسة الماجستير في الفلسفة اخترتي تحديدا فلسفة التاريخ عند ابن خلدون. ابن خلدون اللي نعرفه جميعا انه مؤسس علم الاجتماع، ولكنك اخترتي ملمح يمكن يرى البعض غريب، بعض الشيء انه خدتي جانب التاريخ عند ابن خلدون. اما انا هقول لك حاجه غريبه قوي، هو ابن خلدون في المقام الاول هو يمكن حكايه علم الاجتماع دي، لان من درسوه اوائل من درسوه درسوه من حيث هو فيلسوف، يعني عالم اجتماع وفيلسوف اجتماع، لكن في حقيقه الامر ابن خلدون مؤرخ. يعني المقدمه كانت مقدمه لكتاب شهير جدا للاسف الشديد لا نتناوله، مع ان الهيئه كانت نزلته 12 جزء. اللي هو كتاب العبر وبدايه المبتدا والخبر، وده كتاب عظيم جدا، ارخ فيه اعظم مؤرخ في رايي ابن خلدون. ارخ فيه منذ الخليقه حتى ما قبل وفاته بقليل. أرخ بشكل فلسفي بقى، لأنه عشان يأرخ بشكل تاريخي مظبوط لابد أن يعتد بوثائق. لا، هو كان طبعا بيرجع للوثائق، هو في المقام الأول فيلسوف، هو في المقام الأول مؤرخ، لكن عمل مقدمة حط فيها الأسس المنهجية لمعرفة التاريخ والوقوف على التاريخ والقضايا الأساسية والموضوعات الأساسية للتاريخ. فمن هذا من هذه الناحية هو فيلسوف، لأنه لم يكتفي بالتاريخ إنما استخلص قوانين المجتمع وقوانين الحياة الإنسانية وقوانين التاريخ والتطور. يعني ابن خلدون طبعا احنا بنشتغل عليه كتير في عالمنا العربي طبعا، وبندرسه كمان في جامعاتنا، لكن الغرب كله يحتفي بابن خلدون ويعتبره اول من قدم هذا الفرع من فروع الفلسفه، وهو فلسفه التاريخ. هو طبعا كان مؤرخ عظيم، وللاسف احنا ما بندرسوش كفايه. يعني انا اتمنى ان اقسام التاريخ تبتدي تركز على دراسه كتاب العبر اللي هو تاريخ ابن خلدون.
غريب ان احنا في اقسام الاجتماع في كلياتنا على الاقل طبعاً. المتخصصة في قسم الاجتماع بيدرسوا ابن خلدون لانه هذا مقدمة علم لانه هو درس المجتمع طبعا لانه لكن الغريب الطرح اللي حضرتك بتطرحيه وكمان تناولتيه في رسالة الماجستير الخاصة بيكي انه كمان مؤرخ ابن خلدون ولا بد ان تدرس كتبه في التاريخ وانا يعني متضايقة شوية ان احنا نجحنا يعني هيئة الكتاب نجحت ان هي نزلت كل كتاب العبر وكان بسعر رخيص جدا حاجة كبيرة كده 12 جزء كان المتقري بقى هي المقدمة مقدمة هذا الكتاب العظيم المتقري بقى تعرفي كنوز ومعلومات يعني غايبة عننا وانا ارجو ان بتوع التاريخ يدرسوا تاريخ ابن خلدون ايضا ويروجوا له لانه يعني بيقدم لنا وثائق خطيرة جدا اكيد وكمان هو اخدها او درسها بنظرة الفيلسوف والمؤرخ والعالم ايضا طبعا وفقيه مهم جدا كان فقيه قاضي قضاء طبعا هي كمان بتعتد بمقولة سقراط انه تبريرا لحبك للفلسفة انه انها طريق عشان انسان يعرف نفسه بنفسه ازاي ده يا دكتور ازاي الانسان يعرف نفسه بنفسه عن طريق الفلسفة هي الفلسفة بتخليكي تستبطني ذاتك وتعرفي ذاتك وكأنها موضوع تقبلين عليه وتقدري تفصلي بين نفسك كموضوع ونفسك كراغبة في المعرفة في معرفة هذا الموضوع وطبعا أهم حاجة أن تعرفي نفسك في البداية ثم تعرفي بقية المحيطة بك والعالم وبقية البشر والإنسانية والفكر البداية أن نعرف نفسنا عايزة أسألك سؤال ويمكن تسمحيني فيه لو أنا أخطأت المقصد يعني أو الصياغة لأنه قصدي أنه ليه في فترات تاريخية سابقة يمكن في الأربعينيات الخمسينيات والستينيات حتى الستينيات كان الفلاسفة والمفكرين لهم دور مهم جدا في تشكيل وعي الناس المجتمع كان في التحام بين آراء الفلاسفة وكتاباتهم ومقالاتهم ونظرتهم للأمور نظرتهم حتى المشاكل الاجتماعية الموجودة في المجتمع وبين الشعب أو عامة الشعب لأنه بيكتبوا المقالات بيتناقل عنهم بعض الكتاب لمقولات لكن ليه حصل الفصل بين الفيلسوف النهاردة أقصد به الحقبة المعاصرة من 40-50 سنة لغاية النهاردة كأن الفيلسوف في وادي أو عاشق الفلسفة في وادي والشعب والناس والمواطنين ومشاكلهم في وادي تاني مع ان الفلسفة هدفها الاول ان تعرف الاخرين وتعرف كل البشر يعني الانسانية كلها لكن في حقيقة الامر احنا عندنا في مصر يعني ودي حاجة غريبة جدا اهتمينا بالفلسفة ووظفناها ولحسن الحظ ان الدكتور تحسين الرسالة بتاعته كانت عن ابن خلدون صحيح فلسفة الاجتماعية عن ابن خلدون والدكتور طه لعب دور كبير قوي في الجامعة زي ما حضرتك عارفة هو من اوائل يعني وكان في اساتذة فلسفة غربيين احنا استجلبنا اساتذة الفلسفة من الغرب وكان في شخصية مهمة جدا الشيخ مصطفى عبد الرازق ايوه طبعا الشيخ مصطفى عبد الرازق كون اجيال يعني والاجيال دي كونت اجيال واحنا لغاية الوقت عايشين على جهودهم فانتشرت الفلسفة ما بقتش محرمة صحيح يعني ومن اجل هذا احنا كان عندنا نهضة عظيمة جدا في فترة الفلسفة كانت يعني مستبعدة وبيحاولوا يعني انه يغطوا عليها لكن حاليا في كل جامعة فيها قسم فلسفة يعني
بقت يعني منتشرة جدا وفي إقبال عظيم جدا على الفلسفة، وإحنا عندنا أساتذة فلسفة متميزين جدا، وفي منهم راحوا الغرب وبقوا أساتذة في الغرب طبعا. لكن مقصدي من السؤال، زي ما الفلسفة أدواتها الدهشة والتأمل والتحليل والوصول إلى نتائج، مقصدي انه مفكرين والفلاسفه بتوعنا لغايه فترات قريبه كانوا ملتحمين مع مشاكل مصر ومشاكل المجتمع بشكل عام وبيكتبوا عنها، سواء كانت مشاكل فكريه او مشاكل اجتماعيه، مشاكل سياسيه، مشاكل ثقافيه، وكان في وجهات نظر بتخدم على ده او بتساعد الناس ان هي تفهم اكتر. ليه النهارده الفلسفه والفلاسفه والمفكرين يبدو انهم خدوا جانب اخر بعيدا عن الحياه اليوميه او الحياه اللي بيعيشها المصريين او عامه المصريين؟ والله يعني انا ما اقدرش اتفق معاكي تماما، لان وانا قريبه يعني انا بشتغل معاهم اساتذتي او زملائي او تلامذتي، لا هم بيهتموا جدا بقضايا الوطن يعني، وتتلاقي عندهم يعني حس سياسي ورغبه قويه جدا في الإصلاح وفي توظيف الفلسفة من أجل هذا. يعني هم بيحاولوا يلعبوا دورهم، أنا مش عايزة أقول أسماء حتى لا أنسى أحد، لكن في الحقيقة في جهود كبيرة جدا من أساتذة الفلسفة، ولحسن الحظ بفضل جهودهم دي، جهود هؤلاء الأساتذة، بقى في أقسام فلسفة في كل الكليات. يعني في كل الكليات صحيح، لكن انا اقصد مثلا مثال زي فيلسوفنا وكاتبنا الكبير زكي نجيب محفوظ، لما كتب عن قضايا معاصره كبيره جدا كان مهتم بيها الكتاب والصحفيين والوسط الفكري والثقافي، وكان بتعمل حاله من الحياه والحركه والحراك والفكر. ليه غابت هذه الظاهره؟ انا فهمت حضرتك، يعني كان دكتور زكي نجيب محمود وكان استاذي الدكتور يحيى هويدي وكان الوالد بردك والدي دكتور محمود الخليلي، والدي هو اللي مؤسس شبان المسلمين وفي نفس الوقت شوفي بقى مؤسس شبان المسلمين وفي نفس الوقت، والكلام ده كان في العشرينات، في نفس الوقت هو اول من ترجم نص فلسفي ديسكور دو لا ميثود، مقال عن المنهج، للغه العربيه. ففتح هذا الطريق وبقى في اقبال على الفلسفه، ولماذا فعل هذا وغيره؟ يعني في كل الجيل ده واجيال بعديها يعني لعبوا دور انه ينقلوا الفلسفه الى اللغه العربيه، يترجموها لتنتشر في العالم العربي. يعني هم لعبوا دور، وحاليا على فكره في اقسام فلسفه في كل الكليات في كل الجامعات، وهو لكن انا معاكي ما عادش في الحماس اللي كان موجود. ايوه هي دي النقطه، اين ذهب الحماس؟ الحماس وكمان انه يوظفوا الفلسفه لصالح الوطن. يعني كان بيلعبوا دور سياسي في نفس الوقت. طبعا هو ده اللي انا اقصده تحديدا، انه كانه الفلسفه والفلاسفه اصبحوا في هامش نظري لا علاقة له بالواقع، على العكس تماما، انه الفلسفة في خدمة الواقع. احنا عندنا البعض لسه عندنا يعني الحمد لله لسه بننتج يعني الجامعات بتنتج، لكن انا معاكي النسبة ما بقتش زي الاول، الاشتباك مع الواقع الاشتباك مع الواقع يعني ما بقاش زي الاول من قبل الفلاسفة، هو ده المطلوب مننا احنا. ايوه طبعا اللي بندرس الفلسفة وبندرسها. أيوة. فهو علينا أن نقوم بهذا الدور. خلينا نروح لمنطقة حضرتك تطرقت إليها في منتهى الحساسية، وهي العلاقة بين الأديان. حضرتك أشرفتي على عدد كبير جدا من الدراسات، منها دراسة عن توما الإكويني والأب متى المسكين، هي طبعا هي دراسة أكاديمية، ولكن كيف استطعتي أن تتناولي هذه الدراسة أو تشرحين عليها وهي خاصة بفكر مسيحي، فكر لاهوتي مسيحي حتى النخاع؟ ما فيش اي ادانه طبعا، ولكن كيف تسنى لك ان تشوفيها؟ هقول لحضرتك حاجه، يعني لحسن حظي انا الماجستير كانت فلسفه التاريخ عند ابن خلدون، وبعدين لحسن حظي
أنا طبعا مهتمية بالفلسفة الإسلامية، والدي كان أستاذ فلسفة إسلامية، والدي من العيد الأول طبعا. يعني أول دوب، فعنده كتب كتيرة، وأنا والدي عنده وما زالت موجودة عندنا في المكتبة كل أعمال أرسطو باللغة اللاتينية، كل أعمال توماس الإكويني باللغة اللاتينية، وكان بيقرأ لاتيني زي ما أنا بقرأ كده فرنساوي أو إنجليزي. ف يعني أنا خدت شوية الخيط منه، وتلاقيت إن مهم قوي إن إحنا ندرس الفلسفات العقيدة الأخرى يعني. وبعدين لعبت لعبة حلوة يعني، لأن أنا متحمسة قوي لعالمي الإسلامي العربي جدا جدا، فركزت على إني أشوف أثر الفلسفة الإسلامية على المسيحية واليهودية على الغرب يعني، باستثناء موسى بن ميمون اللي هو كان يهودي وكان عايش في مصر هنا وكان وزير عندنا هو اللي عمل يعني درس، لكن الغرب كله وتأثر على فكرة، هو تأثر بابن سينا، الغرب كله توماس الإكويني وألبرت الكبير وسيجر البرابانتي، وأنا شغال على ده كله يعني، دول كلهم أخذين مننا، لا ابن سينا لا ابن رشد علوم. لكن طبعا الديانة الإسلامية هي أحدث ديانات تاريخيا سبقتها المسيحية واليهودية. صح إن إحنا متأثر بالمسيحية واليهودية؟ لا إحنا ما بنتأثرش، إحنا بالعكس يعني في شغلنا في الفلسفة إحنا بنبين، لأن الفلاسفة المسلمين دول انطلقوا كده ومعاهم مفاهيم إسلامية أيضا وجاءوا للفلسفة يدرسونها بكل موضوعية. أنا عايز أبين إن إحنا الإسلام سمح للعقليات الإسلامية أن تقبل على الفلسفة وأن تنتج فيها. هنا مش منطقة محرمة. مش منطقة محرمة، وجل الغرب نقل منها يعني، الغرب كان محرم عليه إنه يخش في ده، دخل في الفلسفة من خلالنا. أي في العصور الوسطى طبعًا. طبعًا يعني بدءا من العصور الوسطى هم وقفوا على الفلسفة من خلالنا. صحيح. ابن سينا وابن رشد والغزالي. طبعًا. صحيح. بمناسبة ابن رشد، رسالة الدكتوراه بتاعت هي كانت عن أثر ابن رشد الفيلسوف الأندلسي في فلسفة العصور الوسطى. يعني اختيار دقيق جدًا ومهم وكبير كمان يعني، في مادة علمية كبيرة جدًا. كيف تسنى لك أن تجمعي بين ضفتي هذا الموضوع؟ هو لان هو الموضوع موجود بس ما فيش اقبال عليه الا من قبل الاساتذه الغربيين. ايوه اعترافا بالفضل يعني. بالظبط يعني، ايه هم بيدرسوا نفسهم يعني، اللي بيدرس توماس الإكويني، اللي بيدرس البرت الكبير، اللي بيدرس يعني سيجر البرابانتي، كتير جدا. انا شفت ان انا ابين ان في تواصل بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة اليهودية والمسيحية. موسى بن ميمون كان فيلسوف وكان عايش في مصر وتأثر جدا بابن رشد وابن سينا، فكنت عايزة أبين أن الفلسفة استمرت دايما يعني، ابتدت عند اليونان واستمرت، وفي حقبة كانت الفلسفة إحنا اللي بننتجها. صحيح. وبعدين لما الغرب بقى بدءا من نهاية حتى في العصور الوسطى يعني، في العصور الوسطى ألبرت الكبير وتوماس الإكويني وسيجر البرابانتي، كل دول أقبلوا على الفلسفة مش اليونانية فقط إنما الإسلامية، وخدوا صحيح. خدوا من الفلسفة الإسلامية. شوفي عظمة المسلمين وعظمة الإسلام اللي منحت وأتاحت للمسلمين أن يقبلوا على الفلسفة التي كانت تعد كفرا. صحيح. لكن عندما درست أثر ابن رشد الفيلسوف على أوروبا في العصور الوسطى ماذا وجدت؟ وابن سينا كمان. وابن سينا طبعا أكيد مش ممكن تمري على ابن رشد قبل ابن سينا، لكن ماذا وجدت عن أثرهما في الثقافة الأوروبية والمسيحية تحديدا؟ هو لولا هؤلاء وغيرهم، كان الغزالي أيضا وغيرهم وغيرهم، لولا هؤلاء ما كانت هناك فلسفة مسيحية، لأن الغرب المسيحي كان بيدين الفلسفة، الفكر كله كان لاهوتي. وبعدين تستعجبي قوي أن كتير جدا من الفلاسفة اللاتين دول
اللي هم خدوا من الفلسفة الإسلامية هم طبعا مسيحيين ها؟ وكانوا قديسين البيت الكبير البيت الكبير توماس الإكويني قديسين كبار ودرسونا احنا وشرحونا شرحوا الفلسفة الإسلامية صحيح ده قمة التأثر خاصة انه زي ما قلنا ان الفلسفة في ذلك العصر كانت من المحرمات على المسيحيين في اوروبا تحديدا. خلينا ننتقل الى جزئية اخرى دكتور زينب، تجدين ان الاديان من خلال طبعا دراسات حضرتك الفلسفية ان الاديان لا تتصارع ولكنها تتحور، فكيف وجدت ذلك؟ هو انا مش شايفها ان هي بشكل مطلق لا تتصارع لان ما زال في بعض الصدام، لكن في جهود في العالم كله على فكره، وكان عندنا في مصر كان في جهود دي وفي الغرب ايضا على فكره في الغرب ايضا جهود بتحاول ان هي توصل بين الاديان تصل بينها بدل الصدام بالعكس واستخدام الأديان في حروب كمان. فإحنا عندنا هم المسيحيين بيدرسوا، يعني هقول لحضرتك حاجة، إحنا عملنا الأعمال الكاملة بتاعت ابن سينا وابن رشد. ابن سينا وابن رشد اشترك في إخراجهم يعني والتقديم لهم مثلا منهم الأب أنواتي. أيه؟ كان في الأب أنواتي وكان في أستاذنا العظيم الدكتور إبراهيم مدكور. ومن العالم كله شاركوا في الموسوعات دي بتاعت ابن سينا وابن رشد. وما كانش فيه حاجز بين إنه مسلمين ومسيحيين، لأن الغرب لم يقف على الفلسفة إلا من خلال العصور الوسطى، إلا من خلال الفلسفة الإسلامية. صحيح. وأنتجوا بقى هم فلسفة مسيحية، لكن فيها جذور من الفلاسفة المسلمين. شوفي كان في العصور الوسطى كان في إمكانية اللقاء والتعاون والتواصل إزاي؟ وأنا أرجو إن ده يبقى خط عندنا وإن إحنا نكون حريصين على هذا. ده طبعا نتمناه، لكن اللي حصل على الارض الواقع بيقول انه السياسه احيانا تستخدم، مش احيانا، في اماكن كثيره جدا وما زال في عصرنا الحالي، انه السياسه تستخدم الدين كاداه من ادوات تحقيق المصالح السياسيه في جهات مختلفه، وما تنظيم داعش الا تطبيقا لهذه الحاله. فبرايك اذا كان ابن خلدون وابن رشد وابن سينا يعيشون الآن، كيف سيجدون تنظيم داعش؟ كانوا هيدينوه بالقطع. لا، تحليليا وفلسفيا كيف لهذا الفكر المتطرف أن ينشأ في عصور التكنولوجيا وعصور العلم وعصور الفلسفة؟ أنا أتهيأ لأن ليس بدافع شخصي، إنما حرصا على الحصول على التمويل. يعني دي أهداف سيئة جدا وبتحاول ان هي تدمر. يعني طبعا المطلوب ان احنا نتصدر ده بمزيد من العقلانية ومزيد من توضيح الأديان والقيم الدينية والمفاهيم العقائدية. احنا محتاجين ده. وازاي يتم توضيحه؟ الكلام الكثير عن الخطاب الديني وتغيير الخطاب الديني والفكر الديني الذي يراوغ في المجتمعات العربية بشكل عام وفي مصر تحديدا، عندما تمرين على المساجد ايام الجمعة هل تسمعين خطابا جديدا؟ لا؟ ما انا هقول لحضرتك، هي عايزة اخلاص. يعني ناس من القادرين على على الإلمام بالدين، يعني هتكلم بس بالنسبة للإسلام وبالفكر، يجمعوا بين الاثنين. يعني هل هي مهمة الفلاسفة أم مهمة من يأمون الناس في الصلاة أم مهمة من يخطبون الناس؟ الناس اللي بيأموا في الصلاة وما عندهمش فكر، يعني غالبا ما بيبقاش عندهم فكر. يعني بيبقى يعني، فأنا يعني بتمنى إن علماء
أو أساتذة الفلسفة وأساتذة أصول الدين والمتخصصين في الأديان، يعني هنا في مصر عندنا إسلام مسيحية وإسلام، إن هم ينتجوا ويكتبوا ويحللوا ويقربوا ويفصلوا وينشروا نشروا هذا. ليس لدينا حجم كافي من المعرفة بكل هذا الزخم اللي موجود عندنا بالذات في مصر. انت عندك دينين، وكان قبل كده كان في ثلاثة، صحيح كان في اليهودية ايضا طبعا، وكان في على فكرة تعامل مع، يعني انا مثلا والدي اشتغل، والدكتور الدكتور مذكور اشتغلوا مع الاب انواتي، وكان استاذهم ماسيون. ها شوفي ماسيون يعني ده فرنسي، استاذ فرنسي في افتتاح الجامعة المصرية. كل دول كانوا، وماسيون كان متخصص في ايه؟ في التصوف الاسلامي، وهو مسيحي حتى النخاع. ها لكن شوفي، والاب انواتي راهب مسيحي حتى النخاع، كان متخصص ايه؟ فلسفة الاسلامية. هو ده المطلوب، يعني احنا بلد واحدة وعندنا دينين، وكان زمان في ثلاثة، كان في اليهودية كمان، لازم يبقى في تعاون، لان في النهاية الدين هو دين الله، في النهاية هو واحد. اي رسالات مختلفة كده، يعني من خلال التفسيرات والقراءات لكن في النهاية انت هتلاقي الجذور واحدة. دكتور زينب، يعني يمكن انا شخصيا لما قرأت في سيرة حضرتك الذاتية، وخاصة انه حضرتك ابن الدكتور محمود الخضير استاذ الفلسفة الاسلامية، الطبيعي قلت اي مشاهدة هتفرج علينا هيقول، حتى قبل ما يسمع حضرتك، قبل ما يسمعنا، قبل ما نشوف احنا نتكلم في ايه، انه ازاي ابنة محمود الخضيري استاذة الفلسفة الاسلامية لا ترتدي الحجاب. شوفي ندى السطحية اللي احنا ممكن يصير فيها متن كبير جدا ومضمون عميق جدا، وننظر فقط الى الظاهر، ومشاهد يبقى معني قوي ده وبيفكر في ده، ازاي ابنة فيلسوف ودارس للفلسفة الاسلامية واستاذة في الفلسفة الاسلامية ولا ترتدي الحجاب. هو الحقيقة أنا تأخرت في الابتدائي. الحقيقة أن حضرتك عندك كم الحرية الشخصية. بس هقول لك حاجة، يعني إيه هي المسألة، بس ناقصة حكاية تغطية الرأس يعني. بس زي ما أنت شايفة أنا لابسة يعني محتشمة. لا كان قصدي من حياة، يعني في السؤال إنه إزاي قدر طيار كبير جدا، الحمد لله انه كشف ضيفه المجتمع المصري، قدر يروج او يختزل الدين الكبير العميق ده، دين اسلامي بفلسفته العميقة وتاريخه الكبير جدا ده، يختزل في اشياء في منتهى السطحية، مع احترامنا الشديد ليه، انه تلبس الحجاب ولا ما تلبسهوش، تربي دقنك ولا ما تربيش دقنك، تصلي ركعتين زيادة ولا ما تصليش، ولا يلتفت ابدا الى ما اعمق من ذلك. طبعا ايه اللي حصل؟ ليه؟ هو انا في رأيي ان الاسلام، انا على فكرة مسلمة وبحب الاسلام جدا. يعني والدي كان بيحب الاسلام جدا، مؤكد حتى من غير ما تقولي، مش مطلوب من حضرتك يعني، عشان كده هو تخصص في الفلسفة الاسلامية. رغم ان والدي متعلم في فرنسا وبتاع، واقبل وكان اول نص فلسفي غربي يترجم الى اللغة العربية بتاع ديكارد سكود، لما تقول مقال عن المنهج هو اللي عمله. رغم يعني وكان تعليمه أجنبي، لكن إحنا في البيت عندنا القيم الإسلامية يعني، والأسرة كلنا بنتعلم يعني يمكن أنا عندي شوية حرية يعني في كده، وأغلب الأسرة برضك كده، لكن إحنا مؤمنين جدا وبنحب الإسلام جدا وفي خدمته. مش معنى المنظر يعني، المظاهر يعني. انا اتمنى ان المسألة تقلب او تتحول لخدمة الاسلام
ونشره وتفسيره بحيث يقدر الشباب اللي موجود دلوقتي والمعاصرين دول يتفهموا حسب المفاهيم اللي هم عايشين فيها. لابد من إعادة تفسير صعبة من فلسفة للقرآن. ده في نص جميل قوي في تفسير القرآن للشيخ محمد عبده. مش قادر أقول لك، أنا قريته كذا مرة وفي كذا جزء، والدكتور عمارة عمل له مقدمة وهو اللي نشر. يخليكي لابد إنك تسلمي وتعشقي الإسلام. وعلى فكرة هو اتكلم عن الحجاب و لكن كان منفتح جدا يعني الحجاب وما دونه. لا لا انا هقول لحضرتك المدرسه اللي اتوجدت بعد كده، يعني الشيخ مصطفى عبد الرازق اللي هو اللي عمل الفلسفه في مصر وفي العالم العربي كله طبعا، كان تلميذ محمد عبده. صحيح، محمد عبده كان بيهتم بالفلسفه على فكره، وله حوارات مع فيلسوف فرنسي. هو لازم الانفتاح، تتفهمي الاخر طبعا، تبقي عارفه نفسك كويس جدا، وتحاولي ان تتحوري. الحوار افضل من الصراع. وتاكدي لو عملنا كده احنا اللي هنكسب اكيد. الغرب عايزين في انتشار للاسلام، مش قادره اقول لك يعني طبعا. لكن مرة تانية، ايه اللي سمح او ازاي تم اختطاف اشياء سطحية جدا في الاسلام وتصديرها للمشهد كأن هو ده الاسلام وفقط، دون الالتفات الى عمق الثقافة الاسلامية، الى عمق الدين الاسلامي نفسه، الى عمق الفكر الاسلامي اللي بيمثله فلسفة المسلمين؟ ازاي قدروا اصحاب الفكر السطحي ده والشاذ ده انه يخلوه ينتشر في المجتمع باكمله؟ فتره الحمد لله دلوقتي أيوة. حتى الاشخاص بقوا ياخدوا الافكار بشكل جدلي شويه. ايوه، وفضل للسياسه طبعا، الحقيقه مش للفلسفه أيوة. الشديد هو للاسف الشديد، لان ما كانش فيه جهود كافيه. ما فيش جهود كافيه من مين؟ من اللي يقدروا يلعبوا الدور ويعمقوا معرفة الإسلام. طب يا دكتور، وما يركزوش على قضايا شكلية. ما هو لما حصل ودكتور نصر حمد أبو زيد رحمة الله عليه حاول يشتبك وحاول يوضح وحاول يناقش، نفي ومات. هقول لحضرتك، احنا عايزين أكتر من نصر حمد أبو زيد. هو يمكن مرحوم دكتور نصر لأنه ركز على القرآن. يعني ممكن دي بتعمل حساسية للي ما عندوش انفتاح فكري وفلسفي. هو احنا محتاجين نفهم القرآن، ما القرآن نص لا يتغير طبعا، نص مفتوح يصلح لكل زمان ومكان. ما نخليه نفسره بحيث يصلح ونفعله بقى. انت ما تخليه مفهوم هيفعل. صحيح طبعا. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، الغرب الاسلام بينتشر فيه زي النار في الهشيم. شوفي بقى حضرتك، مش قادر اقولك الاسلام بينتشر ازاي، وبالذات بين النساء. لان الاسلام على عكس بقى، ما هوش بس بتخليهم يلبسوا البتاع. طبعا ده افضل ان الواحد يتحشم كله، ما بقولش حاجه، لكن ما هوش ده بس، في حاجات تانية كتير. اساتذه جامعه ومهندسات ودكاتره اقبلوا على الاسلام واسلموا، لان مفاهيم الاسلام مفيده للمراه ولصالح المراه اكتر من الأديان الأخرى. شوفي بقى، يعني أنت محتاجة بس لنظرة مختلفة وأنت تشوفي إيه اللي هيحصل. ما هو سؤالي، وأعتقد سؤال كل من يهم الأمر في بلدنا النهاردة، لما بنتكلم على
تجديد الخطاب الفكري وتجديد الخطاب الديني والأفكار التي تروج في مساجدنا وعلى برامجنا الدينية. من المسؤول عن الأفكار التي تشكل مجموعة هذه الخطابات مع بعضها؟ مين المسؤول عن تغييرها؟ مين المسؤول عن توجيهها؟ يعني مين عليه يلعب الدور؟ مين؟ كل اللي بيشتغل بالفكر، ومنهم على فكرة المتخصصين في الفلسفة والمتخصصين في الاجتماع، ويعني في الفروع العلوم الإنسانية، لازم يلعبوا الدور. طب هل هم مستنيين أمر مثلا أو مبادرة من صانع القرار في بلدنا عشان يعملوا ده؟ لا، هي بس هو يعني لابد من تحفيز، يعني لابد نشتغل كتير على ان نوجه لده. يعني ما انا حابب بقى الشيخ مصطفى عبد العزيز اللي هو الامام الاصغر، كان شيخ الازهر، طبعا كان اول استاذ مسلم يدرس الفلسفه في الجامعه المتفتحه، الجامعه فتحت 25، وكان حظ والدي كان في اول دفعه وكان استاذ. والشيخ مصطفى عمل رسالته في فرنسا، يعني وتعلم في فرنسا وكان بيعرف كل اللغات بس لعب دور بقى، عمل جيل من تلامذته في الفلسفة الإسلامية. احنا عايزين جهود، جهود تعمل قراءة جديدة للإسلام وتعمل تجديد للفلسفة والفكر الإسلامي لازم. يعني هقول لحضرتك حاجة غريبة قوي، انا ساعات اسمع عمرو خالد وانا كده في العربية في الراديو، هو عنده الملكة دي، عارف، هو له تفسيرات وله فكره، نختلف او نتفق معاه نختلف لكن يلاقي همزة الوصل، عارف يلعب دور ولا لا، وفي ناس مشوا وراه ولا لا، وفي ناس استفادوا ولا لا. احنا عايزين بقى الجهود دي كلها، لان انت لو عملت ده ما عندكيش فكرة القفزة اللي هنعملها. العرب لما عرفوا الإسلام وآمنوا بيه ونشروا، شوفي الحضارة العربية صحيح الموجودة لغاية الوقت، صحيح، كل المطلوب مننا ان احنا نجتهد ونعرف الواجب اللي علينا، هو بس يعني ان احنا هنصلي ونصوم اللي يعرف الدين مش الشعائر فقط، لا طبعا، واللي يعرف يعرف اللي ما بيعرفش لازم. حضرتك حققتي من جديد بكتاب المرأة الجديدة لقاسم أمين، ايه اللي دفع حضرتك انك تتناولي مرة اخرى هذا الكتاب المهم جدا في التاريخ الثقافي المصري؟ انا هقول لك حاجة غريبة جدا، انا قريت قصر محمد عبده كله، يعني قريته كله، لما قريته اتنقلت، هو مكتب عن المرأة على فكرة كتير، وكان في حوارات بينه وبين اسم أمين. الدكتور جابر عصفور قال لي اعمل لنا، وهو معمول طبعات قبل كده، اعمل لنا مقدمة جديدة، ما كان ماسك المجلس الأعلى للثقافة، فعملت مقدمة جديدة للكتاب. يعني كان في تحقيقات قبلي، ويعني كتاب صدر قبل كده، لكن انا عملت بقى مقدمه جديده. هو طبعا كتاب مهم جدا وعلامه كبيره جدا، جداً المره الجديده، عايز اقول لحضرتك ان هو طبع كذا مره. لا صحيح. لكن سؤالي، هل المراه الجديده التي تاملها قاسم امين موجوده اليوم؟ انا هقول لحضرتك حاجه، والله هو في سيدات كتيره جدا رائعه وممتازه، بس هم ما فيش القاء ضوء كفايه عليهم، او مساعدتهم ومساندتهم ومحاوله توسيع الرقعه. لكن في، انا اعرف ناس كتير، سيدات كتير، استاذات جامعه هايلين هايلين حقيقي والله، صحيح. بس هو انا ملاحظه ان في ركود شويه في الثقافه الايام دي، ما اعرفش ليه. يعني كان في مرحله كنا شعلة من نشاط، فأرجو أن الهيئات المختلفة دي، وزارة الثقافة،
ان هي تلعب طولها وتحيي كل المشاريع اللي كانت موجودة قبل كده. يا رب. يعني ده طبعا نداء نوجهه لوزير الثقافة الأستاذ حلمي النملم، وهو طبعا كاتب ومثقف مهم ونشط جدا ومنشط جدا. خليني بقى اتنقل للتايتل العلمي او العنوان العلمي التخصص العلمي اللي حضرتك بتدرسيه على الطلبة في جامعة القاهرة. حضرتك أستاذ فلسفة المسيحية الأول مش هي بخشي بقى فلسفة العصور الوسطى. أما أنا هقول لحضرتك فلسفة العصور الوسطى إسلامية ومسيحية ويهودية. شوفي ما أنا بشتغل في دول الثلاثة. بشتغل بشكل خاص على إني ببين أثر الفلسفة الإسلامية عن المسيحية واليهودية. تمام. وده كان واقع يعني. حضرتك بتقولي لي إيه بقية السؤال؟ وفلسفة التاريخ. فلسفه يعني انا ابتديت اللي يربط المجالين ببعض. انا ما انا هقول لحضرتك انا ابتديت بفلسفه التاريخ لان قريت كتاب إيفلاكوست ده عن ابن خلدون، وتلاقيت ابن خلدون ده يعني عالم عالمي، العالم كله يعرف ابن خلدون طبعا. فاتحمست وقريت المقدمه وكتاب العبر، ويعني طلبت من أستاذي أنه يوافق على أن أعمل رسالة فيه، أستاذي المرحوم أستاذ الدكتور يحيى هويدي، أستاذنا أستاذ كل أجيال الفلسفة الموجودة حاليا. وكانت دي أول رسالة في فلسفة التاريخ عند ابن خلدون في الفلسفة يعني، وابن خلدون بيدرس دايما كاجتماعي. فعملت الرسالة دي. وبعدين من القرايات واوا شدني قوي حتة ان الحضارة الاسلامية انتجت وهي اللي طلع منها الفلسفة الغربية كلها، سواء كانت مسيحية او يهودية. فانا قلت شوفي النقلة بقى الكبيرة يعني، الفرعين بعاد عن بعض لكن شديد الاهمية. طبعا شديد الأهمية، خاصة أنه يمكن فلسفة التاريخ في حد ذاتها، يمكن حتى المهتمين بالمجال الأكاديمي المهتمين بالفلسفة يمكن ما يدركوش يعني إيه فلسفة التاريخ. هل هي مادة قائمة بذاتها ولا حضرتك مادة استحدثتيها؟ والله أنا لما عملت رسالة بتوع قسم تاريخ كانوا يعني الناس بتحب تخصصها بتحب التاريخ، فراحوا جايبيني ادرس للاولاد، ما كانش فيه الماده دي عندهم ولا كانت عندنا. بقت انا بعد الرساله بقت عندنا في قسم فلسفه وفي قسم تاريخ. جميل. يعني حاجه جميله جدا. وعلى فكره مش لان ده تخصصي، لكن فلسفه التاريخ بتفتح لك افاق وبتفهمك حاجات خطيره جدا جدا. يعني سواء في الماضي او الحاضر او المستقبل. طب إذا قسنا أو حاولنا كده مجازا نطبق فلسفة التاريخ على تاريخ مصر المعاصر، على الأقل في الفترة الرهينة، فترة اللي مرينا بيها في اضطرابات سياسية كبيرة جدا من بعد ثورة يناير إلى 2014 لما تولى الرئيس السيسي، ولكن بينهما حدثت تغيرات كبيرة جدا وتولى الإخوان المسلمين حكم مصر، وكان انكشاف الفكر الإسلامي اللي بياخد منحة إلى حد ما بمفهوم الإخوان، التمكين، المنحة، الرغبة في التكويش أو الحصول على كل شيء أنه يكون تحت سيطرة الإخوان، وتغيرات فكرية كثيرة حصلت في المجتمع، وتغيرات سياسية كثيرة حصلت في المجتمع بالتأكيد ليها فلسفتها التاريخية. إذا طبقنا فلسفة التاريخ على الفترة القصيرة دي من ثورة يناير إلى اليوم، حيك تشوفي أو إيه هي خطوط الحكمة اللي ممكن يديها لنا التاريخ او تديها لنا فلسفة التاريخ؟ ان احنا ننفتح ونتحاور ونتبادل ونساعد بعضنا البعض ونضيف بعضنا البعض. انما الانقسام والعداء حاجة غير مقبولة، وفي مصر بالذات ده ما كانش موجود. يعني مش بس كان في المسلمين والمسيحيين، كان في اليهود. لكن ما كانش في صراع على السلطه، وكان المسلمين بيلعبوا الدور
وكان في علماء مسلمين خطرين لا نجد امثالهم الان. طب ها، وكان في علماء مسيحيين لا نجد امثالهم الان. صحيح، والقديسين يعني ليهم افكار عظيمه جدا. طبعا، وخلي بال حضرتك اليهود كانوا مبتعدين شويه، لكن المسيحيين والمسلمين يعني انا عايز اقول لك اهم راهب كان عندنا الاب قنواتي تخصصه ايه؟ فلسفه اسلاميه. مش مسيحيه، اسلاميه، تخيلي. يعني شوفي العظمه، كانت مصر بتعمل ده، يعني راهب راهب. ها، ده هو تبع الفاتيكان ولو حيثيه في الفاتيكان. طبعا. ها، متخصص في الفلسفه الاسلاميه. يعني مصر بالذات لها خصوصيه ان هي ممكن تجمع بين كل الاديان والطيارات دون صراع. اللي حصل الوقت ده تراجع. ارجو ان يبقى في تكتل للقضاء عليه عشان ترجع مصر زي الاول. جميل، لكن انها ترجع زي الاول بعد فتره صراع، لانه في صراع على السلطه وصراع للوصول الى الحكم، انه كيف يحل هذا الصراع؟ يعني حاجة، بما انك استاذة فلسفة فيلسوفة ودارسة الفلسفة التاريخ، نحن في حالة انقسام شديدة داخل المجتمع، لانه في حتى لو كانت نسبة ضئيلة قد كده متعاطفة مع الاخوان مثلا، ونسبة كبيرة جدا من المجتمع مش متعاطفة مع الاخوان، ولكن برأي حضرتك كيف يحل هذا الصراع او الانقسام؟ ان احنا نفهم المشكله جايه منين، ان احنا مش فاهمين عقيدتنا بشكل سوي. يعني هو معقوله الاسلام هيطلب مننا ان احنا نكره المسيحيين؟ طبعا. ولا نكره اليهود؟ هو معقوله؟ مش معقوله طبعا. لا مش معقوله طبعا. يعني ان احنا بس نشوف ديننا بيقول لنا ايه ونعمله، مش نعمل عكسه. ولو قلنا هو بيقول لنا زي ما هم بيقولوا هنعمل، بس يجيبوا لنا الادله، يجيبوا لنا ايه بس واحده او نص، يعني واحد. مش معقوله. هو الاسلام انتشر ليه؟ هو كان بالسلاح؟ الاسلام انتشر بالسلاح، ولا هو المفتح الأغلبية دخلت إرادة منها؟ مش هو ده اللي حصل؟ هما كانوا بيقتلوهم، لو ما أسلمتوش هنقتلكم؟ ما حصلش ده خالص. طبعا ده في البلاط على فكرة كان بيبقى، يعني هقول لحضرتك حاجة، الترجم الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية كانوا القساوسة والرهبان اللي كان مقربهم له الخليفة. صحيح، تخيلي حضرتك الخليفة، يعني ده الخليفة، خليفة رسول الله المسلمين. هو بيقول لهم اللي الواحد شيء احنا بنعتبره كفر، قال لهم لا علموهن، لان دي حاجة نقصان، علموهن. ومن اجل هذه الرؤية وبفضل هذه الرؤية كان في الحضارة الإسلامية. هل في امل انه الحضاره الاسلاميه السابقه تنتج مادة اخر للحضاره الاسلاميه في عصرنا الراهن؟ الحضاره الاسلاميه يعني الثقافه او الفكر الاسلامي دلوقتي؟ طبعا ممكن. وازاي؟ ايه هي الادوات او ايه هي الطرق اللي ممكن توصلنا لده؟ نبقى جادين بالشعارات ومحاوله لتحقيق مصالح و اكتساب يعني تحقيق مصالح، وإنما الهدف ان انت بالفعل تبقي مؤمنة بالله، سواء بقى انت مسيحية، ولا انا ما بقدرش اقول يهودية، دي بحبهمش، مسيحية او مسلمة، لابد ان الكل يتعاون، ان كل منا يمارس عقيدته ويحققها
بأفضل شكل. هيك مش معترفة بالعقيدة اليهودية؟ لا مش معترفة. الديانة اليهودية. لا ما هو لازم أكون عشان أبقى مسلمة لازم أعترف بالديانات الثلاثة. ليه رفضت إنك تنطقيها؟ لا هقول لحضرتك لأن هي متمثلة في بشر. اليهود صعب. البشر اللي موجودين دلوقتي. على إطلاقهم؟ يعني حسب ما انا بشوف كده لا هم لاهوت صعب. خلي بالك احنا في مرحله كان اليهود بيبقوا وزراء صحيح طبعا تخيلي وبشوات و اعيان القوم بس كانوا يهود فاهمين. هو الوقت بقى في صراع يعني بقى في صراع مش قادرة تتصالحي ولا تتفهمي ولا تتحوري بقى في مشكلة في صدام فلابد من حل واعتقد ان الحل مش هيأتي الا من المستنيرين من المفكرين ورجال الدين. هيك ايضا في بعض الحوارات قلت انه ممكن عن طريق التأمل والوصول الى تحليل الوضع الحالي من صراعات مش هنحتاج لموائد الحوار لحل الصراع مثلا الفلسطيني الإسرائيلي. ازاي ده مش هنحتاج لموائد سياسية يعني ما اصل هو الاصل ايه حضرتك الاصل الفكر والمفاهيم ها بتيجي السياسة بقى لما بيحصل الصدام وبيفشل الفكر والمفاهيم بتيجي السياسة تحل ها؟ بس يعني السياسة ما تقدرش تحل كل حاجة خصوصا حتة الأديان دي هي محتاجة إلى مفكرين واسعي الأفق. عندنا في العالم العربي هذا النوع من المفكرين؟ كان عندنا كتير النهاردة عندنا ما بقاش كتير زي الأول. هقول لحضرتك برضك في مشكلة إن عشان تعملي حوار لازم تبقي عارفة نفسك وعارفة الآخر طبعا. المشكلة إن الوقت حاليا بنبقى عارفين نفسنا بس هو الحل الوحيد انك تبقي عارفة الآخر أكيد. فلو ده ما حصلش وعرفنا الأطراف الأخرى مش هنقدر نتحاور. مؤكد طبعا ده لأنه زي ما حضرتك قلتي أنه على الأقل عشان تتحاور مع آخر لابد أن تعرف من هو هذا الآخر. أنا هقول لحضرتك حاجة يعني إيه لصالح أحد أساتذتي يعني وهو مسيحي الأب جورج حتى أنا واجي هو مصري أصلا لبناني لكن مصري تمام متخصص في فلسفة الإيه بقى الإسلامية أي. اشتغل كتير قوي مع والدي وكان زي أبويا روحي يعني لدرجة هم كانوا يسموني بنت الأب عنواتي الأب عنواتي كان متخصص في الفلسفة الإسلامية وهو راهب وعضو في الفاتيكان عمره وأنا كنت لسه صغيرة يعني وقريبة ليه قوي لأنه كان صديق والدي قوي عمره ما حاول انه يبشر ولا يدعوك للدين الاخر. كنت لما بتعب نفسيا يعني ما والدتي توفت وتعبت قال لي بصي هو حل واحد ان انت تصلي كتير. يعني قد ايه الاحترام للاخر وديانته ما انا بصلي ربنا وافكاره طبعا ما ربنا في كل هو هيقول لي صلي بطريقتنا لا صلي ربنا اللي هو واحد بالنسبه لنا كلنا هو مؤكد واحد لكن احنا بحاجه زي ما حضرتك قلتي لمفكرين ورجال تنوير كما كانوا في السابق. يا رب يعني يكرم مصر والعالم العربي هذه النوعيه مره اخرى من مفكرينا و شخصياتنا المستنيرة. الدكتورة زينب محمد الخضري أستاذ الفلسفة المسيحية فلسفة التاريخ أشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار ورب نكون يعني أفدنا المشاهد وأمتعنا بإذن الله. شكرا جزيلا ربنا يخليك. شكرا جزيلا لحسن المتابعة. اسمحوا لي أشكر زملائي داخل وخارج استوديو عصام نبيل حامد مخرجة هذا البرنامج والزميلة إيمان الحسيني من فريق الإعداد. أما أنا حليمة خطاف هذه تحياتي.